السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة يا رب. ان شاء الله النهاردة اكلتنا سمك مرجان مقلي كده حبايبي. انا نضفته، يعني ايه، هغسله تحت الحنفية كده وارتاحه ونضفه. ويا حبايبي عشان نعمل رز حطينا الحلة وفيها الزيت، وده بسم الله الرحمن الرحيم، ده البصل بتاع الرز. البصلة بتاعت الرز لازم ايه تبقى بني، نحط البصلة كده على النار ونغليلها بقى المية. حبايبي بعد ما نضفته قلت اعمل سمكتين كده، ودي التومة عشان حبايبي مفرزاها في التلاجة، والكمون والشطة والكزبرة الناشفة. عشان التوم عليه ملح والشطة عليها ملح، مش هحط ملح تاني، مش هحط غير حبة ليمون بس. بص يا حبايبي نضفته كده مخليها قشطة اهو يا حبايبي، هحيقهم بقى كده كده، نقلبهم على بعض ونجيب الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم، وده الملح يا حبايبي. نحط الرز، بسم الله الرحمن الرحيم. كده غلوة يا حبايبي، ونوطي عليه، سوري، غلوة واحدة بس كده. وده يا حبايبي عصير الليمون، بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا حبايبي هحيهم ونقليهم كده مع بعضينا ان شاء الله. هاي حبايبي، يعني كوباية دقيق ومعلقة نشا، نحط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا حبايبي السمك المرجان بتاع بحر اسكندرية. كده بس ايه عشان ما نزنقهوش في بعض كده يا حبايبي، عشان ما يبقاش مزنق في بعضه بيستوي. بعد ما يقلح كده اروح موطيه عليه، مهديه عليه عشان السمكه تستوي من جوه. كده ايه هتحمر من هنا ثواني وطلعوا كده يا حبايبي. خلاص
بعد يا حبايبي ما غسلنا السمك ونضفناه، عملنا كام سمكة كده منهم وحمرناهم، وعملنا الرز الصيادية الأحمر، ودي البطاطس، وجنبها طبق سلطة، وجربوا المايونيز مستردة مع السمك هيبقى طعمه جميل، ومع البطاطس. وجربوا الأكلة كده، وصحتين وعافية، وإن شاء الله وبإذن الله هرد على الكومنتات بتاعتكم كلها بإذن الله. معلش كنت مشغولة، بس ما اشتغل يعني مش هنشغل عن العيلة بتاعتي، وإن شاء الله كل واحد باسمه بإذن الله. ولايك كده واشتراك، وأشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.